مع نهاية 2005 بالظبط، يعني ده مصر استغلال لسه بره الحسابات بالظبط. بالظبط بنتكلم على 12 مليون إلى 14 مليون خط موبايل لغاية نهاية 2005 زي ما باسم قال. أنا هقعد معاك يا دكتور، إن يعني سنة 98 كانوا 190 ألف مشترك فقط، تمام؟ يعني سنة 98 كانوا 190 ألف مشترك فقط. والتكنولوجيا عامة لما بتنتشر وبتوصل للناس بتزداد أهميتها عند الناس. بمعنى ناخد مثال بسيط، تليفون البيت. تليفون البيت مهم بالنسبة لك أحيانا، بيبقى أكيد مهم أحيانا كتير جدا، صح؟ عارفة؟ طب طبعا كده تخيل إن أنت التليفون بتاع البيت ده عندك أنت بس في العالم كله، هل تليفون البيت بالنسبة لك مهم؟ لا. لما انتشر بقى عند كل الناس بقى ذات أهمية قصوى بالنسبة لك، وأنت مش قادر تستغنى عنه. نفس الفكرة بالنسبة للموبايل. في 98 الموبايل جاي يبدأ في مصر، كان أو في الوطن العربي بصفة عامة، يعني لما جه يبدأ في مصر كان لسه اللي بيستخدموه رجال الأعمال، ولو في شباب من الشباب بدأ يستخدموه بيستخدموه إنه بيبعت لصاحبه، بيبعت لصاحبه صاحبه يرد عليه، وفرحانين جدا إن هم معاهم موبايل وتوافق على كده. لسه في مصر من ذات أهمية بالنسبة لهم. لما بدأ ينتشر ووصل سنة 2000 وصلنا ل 5 مليون مشترك، بعد كده الطفرة اللي حصلت بقى في من أول 2003 ووصلنا والعدد تصاعد ووصل لحد 13 مليون مع نهاية 2005، أهمية الموبايل بالنسبة للناس بقى حاجة أساسية في حياتهم وما عندوش قادرين يستغنوا عنه، عشان هو انتشر في وسط الناس. يعني هو رأي حضرتك أستاذ ياسر إن هو انتشر عشان هو بقى عند الناس كلها، وإن هو أوريدي حاجة مهمة كل الناس بتبقى يعني محتاجة لها. هي الاثنين يا مصري، العمليات الاثنين مرتبطين ببعض جدا. يعني هو كل ما بينتشر شعور الناس بأهميته بيزيد، شعور الناس بأهمية اقتناعه إن هو حاجة أساسية بالنسبة لحياتهم بيزيد. ده بيسموه في الزور الرأسمالي خمس الاحتياجات. ان انا ازاي اقنعك انك ما تقدرش تعيش من غير الاداه دي، بينما انت في الحقيقه ممكن تعيش من غيرها. عشان كده انا بقول يعني احنا في حاجه في الخطوات بقى المخطوطه، ان احنا محتاجين نحسن كل واحد. انا اتصور انه ال 14 مليون دول اللي هم متوقع ان هم يزيدوا ل 16 ويمكن اكتر مع الشبكه الثالثه، ممكن نوصل ل 18 خلال سنه او اقل يمكن. مين بالظبط اللي محتاج المحمول ومحتاجه في ايه؟ لانه دلوقتي اصبح انا عاوز محمول بقت حاجه كده معطى نهائي، الطفل بيبتدي من سته ابتدائي ومن اقل من كده انا عاوز محمول، وبالتالي الاهل يتفاوضوا في موديل بتاع ازاي يوفروا له المحمول؟ يوفروا له بتاع يوفروا ده بيبقى زي هديه مثلا. بالظبط. لا، السؤال هو الاحتياج، انا انت محتاج المحمول في ايه؟ فاعتقد ان احنا لو نقدر يعني نفرمل هذا التفاوض العالي ده مساله مهمه، ان في ناس كتير مش كده بس بس انت هيطلع لا ما هو هيطلع على مستوى الشغل بس على مستوى الاستاذ. وبالمناسبه مش كل الناس هتسمع كلامي، يعني مش كل الناس هتقتنع بالكلام اللي انا بقوله، بس على الاقل انك تكسبنا مجموعه من الناس قللنا شويه. بعد كده بندخل بقى في اللي بيستخدم الموبايل، سواء اللي عنده موبايل فعلا او اللي هيبتدي يبقى مشترك جديد، هو بتستخدم الموبايل في ايه بالظبط؟ ويكتب يعني ممكن نكتب انا بستخدم الموبايل في كذا 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 كذا. محتاجين تحديد خريطه زمنيه، انا بستخدم الموبايل في الاوقات الفلانيه. برضو من ضمن المشاكل الكبيره اللي عملها الموبايل انه دخل المصحف كلها على بعضيها. انا في الشغل البيت بيكلمني، انا في العربيه الشغل بيكلمني، انا قاعد بيكلمني، كله داخل في كله. زمان انت خلاص دخلت البيت بقى البيت هو البيت، سواء في تليفون في البيت انت بتقفله او معروف ان البيت له مساحته وله خصوصيته وله اضطراب. دلوقتي لا، الشغل بيجيب لك موبايل علشان ويدولك هديه ويحط هديه ويقول لك يعني ايه بالظبط عشان اعرف الاقيه في اي وقت. طب وجوه تساليه ان انت يبقى مساحه الشغل دخلت على مساحه البيت، على مساحه الترفيه، على تبقى انت المفروض انك مثلا رايح تتكلموا عن الاجازه قاعد في اجازه فالشغل بيخش على الاجازه والاتصالات. واخد بالك؟ لا، محتاج على حياتنا الاجتماعيه. هو طبعا من كلام دكتور طبعا باسم لازم هيسال على حاجه مهمه جدا، ان دكتور طبعا بيقول دلوقتي لو انا عندي موبايل فاعرف اجيبه في اي وقت. فانتوا كشركات موبايل ابتديتوا تستحدثوا حاجات جديده جدا على اساس ان انا يا اما اظهار الرقم، انا مش حاضر رقمي. عندكم ايه الجديد؟ هي الرايفت كول. هو مبدئيا بس عايز اقول للدكتور احمد حضرتك هتبدا الحرب عشان هم لو عايزين انا بحضر
بنهدي المجتمع. لا دايما الشباب بيندموا انهم يشتروا موبايلات اللي فيها اوبشن زياده، فيها امكانيات اعلى. الامكانيات اللي تطورت جدا جدا في الفتره الاخيره، بقى الامكانيات بتاعت الموبايلات بقت معقده جدا. وعندنا فرصه كمان طول ما انت بتعقد من امكانيات المنتج بتاعك، العميل بتاعك بيزداد تعقيدا وبترديك بصعوبه. يعني زمان كان الموبايل بيتصل ويرسم وبيبعت اس ام اس بس وبس. فانا لما اجي اسال عن موبايل بسال على ايه؟ موبايل كويس بطاريته تفضل فتره كبيره. بعد كده اقوم مزودين الكاميرا. طيب اجي اسال عن موبايل ابو كاميرا. بعد كده اقوم مزودين الكاميرا امكانياتها عاليه بتاعتها. بيسال الكاميرا نوعها ايه وكام ميجا بكسل. بعد كده الموبايل في راديو. انا عايز موبايل براديو. بعد كده الراديو تطور بقى حاجه اسمها الفيجوال راديو. انا عشان اختار القناه اللي انا عايزها واختار المغني اللي هسمعه، اكستمايز التشانل اللي انا هسمعها واحددها. فبقى العميل نفسه بقى سوفيستيكيتد اكتر، ان هو انت عايز ترويج فبتزود الاوبشنز بتاعته. فهي دي يعني بمرور الوقت الاوبشنز اللي بتزيد، ومرور الوقت الناس الشباب والبنات اللي بيحتاجوا الفاشن دايما ويحتاجوا ان هم يطوروا نفسهم، شهر شهرين موبايل جديد نزل فيه مشغل الام بي 3 بلاير، شغل اغاني. في موبايلات دلوقتي بتشغل اكثر من 3000 اغنيه على الموبايل بتاعك، موجود بقاله شهرين نازل دلوقتي. مش حقيقه.